من علينا بنعم عظيمة وجليلة، منها نعمة الولد، وقال في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تكمل هذه الزينة ولا تأتي أكلها وثمارها إلا إذا صبغناها بما يرضي الله، بأنوار كتاب الله وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله أن من علينا بالذرية وبالنعم الكثيرة الجليلة. بنيتي سمية بحيدة من مواليد 17 فبراير 2007، تبلغ من العمر حاليا 14 سنة. هذه البنية الكريمة منذ نعومة أظافرها ونحن نربيها على كتاب الله وعلى القرآن الكريم، وتلك هي عادتنا وديدن العائلات الجزائرية على وجه العموم وكذلك الأضرارية خاصة. وعندما ينشأ الطفل ويترعرع في بيت أقيم على التقوى والورع والمحافظة على القيم الدينية، يتعلم بل يقتدي بكل ذلك من غير جهد كبير أو عناء. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه. وهذا ما لقته سمية في أبيها مربياً وإماماً وأستاذاً رباها منذ نعومة أظافرها على مبادئ التربية الإسلامية، وبث فيها محبة القرآن الكريم والرغبة في حفظه وتعلم أحكامه. فمنذ أن ينشأ الصغير ويتعلم الكلام إلا ويجد توجه الأسرة بالكامل إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لأننا محظوظون بتوفر المدارس القرآنية خاصة هنا في ولايتنا الكريمة العامرة بالخير، وكذلك كوني أنا إمام في مسجد ومدرس للقرآن الكريم للطلبة، فتحصيل حاصل نبنيتي من مقادير الله الخيرة الكريمة لها ولبنات الأخريات وولدي الكريم، إن شاء الله سيكون من حملة كتاب الله، وهذا ما يتمناه كل مسلم. وعندما دعانا والد سمية لزيارتهم إلى البيت، وجدناها منهمكة في مراجعة دروسها في جو من الهدوء والطمأنينة، لا تفكر إلا في النجاح والتقدم في دراستها ومستقبلها التعليمي. بدأت حفظ القرآن في 5 سنوات في ولاية تلمسان على يد الوالد حفظه الله، والتحقت بمدرسة القرآنية إبراهيم الخليل عليه السلام التابعة لقصر أدغا في 2016 على يد معلمتي حفظها الله، وبعد ذلك ختمت القرآن على يد الوالد في مارس 2020، وأنا الآن أحفظه وأحاول أن أضبط متشابهاته بإذن الله. تتعلم حاملة القرآن سمية على يد معلمات حافظات للقرآن يحرصن على المثابرة في تبسيط وتسهيل عملية الحفظ وشرح معاني محتوى الكتاب العظيم للحفظة. نظام التعليم في المدرسة، نحن نعتمد على نظام الحلقات، تتكون الحلقة من 15 شخصا فما فوق، نقوم بتلقينهم آيات معينة ثم يكتبونها بالطريقة القديمة، طريقة اللوح، ثم يعرضونها علينا حفظا وتجويدا. مثلا الحلقة لدي في صورة الواقعة، ودرسهم أكتب اللوحة لديهم في صبورة بطريقة التي مكتوبة فيها في كتاب التجويد. الفائدة من كتابة بهذه الطريقة هو قراءة جماعية تساعدهم على السرعة في التحفيظ، والقراءة بكتابة بالألوان تساعدهم على معرفة أحكام التجويد لا إراديا. ندرس القرآن ومعه متن من المتون كالتحفة ومتن ضبط المتشابهات القرآن الكريم ومتن الرسم العثماني للقرآن الكريم ومتن ابن عاشر في الفقه، ويعني لدينا حصة في التجويد من كل أسبوع. إن ارتباط النشء بالمدارس القرآنية سيمكنهم من التمسك مبكراً بالقرآن الكريم عقيدة وعقلاً ووجداناً، وسيعلمهم مبادئ العبادات ويعودهم على أدائها والمواظبة عليها.
ويجنبهم المظاهر الاجتماعية التي تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. هي أحد المؤسسات الدينية التي تعمل على تنمية القدرات العقلية بالإضافة إلى المهارات الفنية والمتمثلة في تجويد القرآن والإنشاد الديني، كل ذلك بهدف تنمية القدرات العقلية والفكرية للطفل ليصبح قادراً على تجاوز الصعوبات الأولية في القراءة والكتابة والتعبير والإملاء وكذا الفصاحة اللغوية. نعتمد أيضاً على تدريس المتون العلمية مثل متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية وبعض المتون في الفقه مثل العبقري وابن عاشر. قامت المدرسة على تخريج عدد معين من الطلبة حافظات القرآن، وأنا واحدة منهم. بما أن للمدارس القرآنية دور مهم في تنمية الملكات الفكرية والعقلية، دعت المجتمعات بضرورة دخول الأطفال إلى الكتاتيب القرآنية، وذلك لتربية الأطفال وإعدادهم للمرحلة التعليمية. صديقتي سمية هي ذو أخلاق رفيعة وهي نجيبة في المدرسة. أحبها كثيرا، ولقد تنافست أنا وهي في حفظ القرآن. الماضي السنة الثانية تقريبا كانت نتائجها حافظ على المستوى نتاعها، النتائج تقريبا ما بين 15-16. الأخلاق ما شاء الله، التربية أيضا ما شاء الله، حتى علاقتها مع التلاميذ مع زملائها تقريبا ممتاز، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في مشوارها الدراسي إن شاء الله. عموما يعني التلاميذ اللي يكون عندهم فرصة للذهاب إلى المدارس القرآنية ويكونوا متميزين في ناحية المعاملة العلاقات في الوسط المدرسي، حيث أنهم دائما يكونوا يعني يعطوا صبغة إيجابية، يعني التلميذ يكون عنده فرصة باش مشى المدرسة القرآنية يعني تقول أن أهلها سبحان الله يعطيه واحد الصفة تختلف عن بقية الزملاء، يعني من ناحية التميز الأخلاقي والديني والنظافة والانضباط والحضور في الوقت المحدد والمحافظة على الواجبات، يعني يتعلم واحد النمط المعيشي وفي مسار دراسي متميز عن باقي التلاميذ. تعتبر الكتاتيب القرآنية نسقا فرعيا داخل النسق التربوي، ولها علاقة مع الإنساق الفرعية الأخرى كالمدرسة والأسرة، وهي بمثابة مؤسسة يتلقى فيها النشأ دروسا في تلاوة كتاب الله، ويساعدهم على التفوق في المجالات العلمية، فقد أثبتت البحوث أن حفظ القرآن له ارتباط دال بالتفوق العلمي والتحصيل الدراسي في المجالات العلمية المختلفة.